مساء الخير مره تانية لكل متابعين ذا فيكتوريوس عبر قناه دبي الرياضيه وقناه دبي الاولى. مين قال ان التحديات لازم تكون دايما مشحونه ومليانه توتر؟ التحدي الاخير والحاسم بسهره الليله هو تحدي مضحك ومسلي وهو السومو. من كل فريق كابتن وثلاث لاعبين بيخوضوا هالتحدي، والنقاط تنحسب للفريق اللي بيسجل اكبر عدد من الاهداف. المشتركين رح يلعبوا مباراة كرة قدم تقليدية، لكن وهن لابسين ملابس السومو يلي بتصعب حركتهم، والكابتن بالتحدي هن سالجادو وزانيتي. سالجادو كابتن الفريق الأصفر إلى جانب الدحيم من السعودية، ساسو من تونس ومارسيلو من مصر. وزانيتي كابتن الفريق الأزرق مع الباشا من العراق، الكعبي من اليمن وأيمن من مصر. الفرقتين جاهزين والكرة في ملعبكم. تنطلق المباراة مرة أخرى مشاهدينا الفاضل. الكرة طريق ساسو في عملية البحث عن المهاجمين، وبكرة على حسن حظ ساسو تصطدم الكرة في العارضة، ترجع الكرة في وسط الملعب عن طريق الدحيم. الآن زانيتي زانيتي في مهب الريح، وهنا حماس الجماهير. سالجادو وزانيتي، زانيتي مشاغب في أرضية الملعب، مشاغب في تدخلاته، والآن يضحك مع في لعبة سامو. الكرة في وسط الملعب عن طريق زانيتي. زانيتي يلعب كرة الآن، وساسو يقطع الكرة، هنا الكرة جميلة سهلة يا أيمن، سهلة للغاية، ضاعت الكرة ترجع مرة ثانية، هنا ساسو كرة خطيرة، سالجادو ينقذ مرمى. سي سالجادو سي لينكايبري يضع ضرب سريع انترو بارتيدا، الكرة عن طريق زانيتي. زانيتي والكرة تقطع، تصل مرة ثانية الكرة إلى خارج أرضية الملعب. كل الحماس في أرضية الملعب، كل الاستمتاع، كل المتعة، كل الإثارة نشاهد. وهنا زانيتي يبحث عن الاصطدام، يبحث عن الاصطدام ولا يبحث عن الكرة. هذا هو خبير زانيتي الكابيتانو، يستمتع في هذه الأجواء. الكرة جميلة الآن، الكرة ضاعت الكرة إلى خارج أرضية الملعب. جميلة الكرة، هنا الاستمتاع، هنا سالجادو، سالجادو باللعبن الجميل، والكرة إلى خارج أرضية الملعب. جواد يحتاج، على ماذا تحتاج يا جواد؟ على ماذا تحتاج يا جواد؟ الكرة طريق زانيتي، زانيتي بالبنية الجسمانية، ولكن اليوم هناك الكثير. زانيتي كرة بارديدا سيندي، وال 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 Il capitano Javier Zanetti. Salgado Hartlack. في التحديات الجادة بنكسب، وفي الهزار بنكسب، نعمل ايه اكتر من كده؟ بتعتمد على سالجادو اليوم، سالجادو كانش فيه مبروك خلاص. مبروك شريف، شكرا، ربنا يخليكي. كابتن شنيف، كانش نفسك تنزل تلعب معاهم؟ الجيم هذا؟ لا. كابتن بركات، ايه رايك في التحدي؟ طول عمري عارف ان سالجادو هو بيلعب كان لعيب قوي، زانيتي هو بيلعب كان لعيب قوي، كنت عايز اعرف مين اقوى من التاني، ودلوقتي عرفت ان زانيتي كده وسالجادو كده. شكرا لاعضاء لجنه التحكيم. من بعد 5 تحديات الفريق الفايز بسهره الليله هو الفريق الازرق. مبروك، اذا رح يكون عندكم جائزه كبيره خلال هالاسبوع.
مبروك يا شباب. تاني. ان شاء الله ناتاليا يجي لك فرصه انك تنزلي تحتفلي مع فريقك. ما كانش لي اي لازمه في الحلقه دي. مبروك شباب. الاسبوع الماضي شفنا تقرير خاص عن حاله اسلام وفحوصاته الطبيه وصولا لدخوله الى دائره الخطر. خلال يوميات هالاسبوع عرفنا انه نتائج اسلام كانت سليمه. كيف قضى وقته اسلام بالاكاديميه هو وناطر نتائج فحوصاته؟ بنشوف سوا بهالتقرير. واحد منكم رح يوقف بدائره خطر بس اليوم. اسلام انت اول لاعب بدائره خطر بالموسم الثاني من ذا فيكتوريوس. هو قرارهم على عيني وراسي من فوق، بس باين قوي ان انا مصدوم. الكورة عمرها ما هتضرني في حاجة، لو انا رجلي مقطوعة انا هلعب كورة. لما عانيت كده طبعا كان خبر صعب، بس انا في الملعب انا عارف ان انا عمري ما اخرج منه. لكن انا لو منيل لحد ما يظهر التقرير. انا كل يوم تقريبا بسبب التقرير ما بنامش، هو واقف في غضب كبير قوي، لا بس انا بخرجه في الملعب. أنا كل التمارين بتمرن وبكمل لحد الآخر. دي تجربة بتيجي مرة في العمر ولازم إن أنا أستفاد من كل ثانية وكل حاجة بيقولها الكوتش سلجادو، كل تمرين لازم أستفاد منه وأتمرن. Islam is still training with us. He looks nervous because he's in a difficult situation and he's got the desire to train. He's trained really, really well, but we all are nervous about him. التيشيرت ده أنا مش عايز ألبسه تاني. لأن هو بالنسبة لي زي بدلة الإعدام، وإن شاء الله من لحد آخر البرنامج مش هلبسه تاني، هلبس شيرت الأزرق. إن شاء الله المرحلة دي هتيجي على خير، ولو الأمر بإيدي إن أنا أكمل بتقرير أو من غير تقرير أنا هكمل، حتى لو أي حاجة ضدي أكمل. إسلام، الفحوصات الإضافية وصلت اليوم، نتائج فحوصاتك سليمة 100%. عايز اوري لجنه التحكيم واعرف الناس كلها ان انا قادر اكون زي فيكتوريوس، لان انا موجود هنا ان شاء الله ان احقق مستقبلي واحقق حلمي ان شاء الله ان احترف بره. اذا الحمد لله على الف سلامه لاسلام. فاصل اعلان صغير وبنرجع مع نتائج التصويت وبنعرف مين هن اول لاعبين راح يغادروا الاكاديميه.